السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كيف الأحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن ظروف إن شاء الله يا ربي. اليوم لدينا إعلان مهم جدا فيما يخص الناس المقيمين في مدينة طنجة. أخي الكريم، أختي الكريمة، إن تريد تعلم اللغة الإسبانية وأنت تقطن في مدينة طنجة فمرحبا بك ومرحبا بكم، ألف مرحبا إلى سنترو أتلانتيكو، مركز أتلانتيك ومجموعة مدارس ابن خلدون، ما يعرف بجروبو إيكي، في جميع المراكز سواء في جورزيانا، مسنانا، أهلاً أو لبرانس. فمرحباً بكم وألف مرحباً، سواء كان مستواك يعني من المبتدئين أو لديك مستوى متوسط أو متواضع وتريد تحسين مستواك إلى الأفضل والأحسن إن شاء الله. فمراكز مجموعة مدارس ابن خلدون وسنترو أتلانتيكو مفتوحة للجميع، فمرحباً بكم وألف مرحباً بكل فرح، ولكم مني أجمل تحية، ولكم واسع النظر، وإلى اللقاء.